جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: لي أخت أصيبت في يدها بمرض فطري ومنعتها الطبيبة من استخدام الماء، كيف يكون وضوءها وصلاتها وغسلها؟ إذا توضأت واغتسلت تجنب الماء المحل الذي يتأثر بالماء، وتغسل الصحيح من أعضائها أو من جسمها، وتتيمم عن المحل الذي فيه المرض، فتجمع بين الوضوء على الصحيح على الأعضاء الصحيحة أو الاغتسال على بقية الجسم، وتتيمم عن المحل الذي لا يأتيه الماء للمرض. نعم. جزاكم الله خيرا. وإن كان عليه غطاء، إن كان هذا المحل عليه غماد، نعم، فإنه يكفي أن تمسح عليه، تمسح على الحائل ويكفي هذا.